بيحكي اليوم عن جنازة 11 أغسطس، قريت عليها الصورة ودخل المريض وكيف تتعامل مع الجهاز واستثماره. بداية ادخال بيانات المريض، بنروح على زر البيشن، نكبس عليه، بنحط رقم المريض، طبعا إذا في أرقام قديمة بيطلع لنا إياها، بنحط اسم المريض، بنحط الفيرست نيم، في عنا خيارات، بنحط العمر، بنحط هون مثلا قديش العمر مثلا بالأشهر ولا السنين، مثلا هون بتقول له مثلا 33 أو 37، بيقول لك هو العمر، في عندك هون سكيجول ديت، إذا بتحط سكيجول ديت، في عندك هون مثلا هون هاي مثلا الحالة، هو كمان بيساعدك بقى معرفة التاريخ. تمام، فبيقدر هو يحط لك حسب ايه، بحط الابعاد، الطول والوزن، كل التفاصيل. تمام، بعد ما تخلص كلياتها بتقول له ستارت اكزام. هلا البيانات اللي دخلناها بنلاقيها هون موجوده. هلا بدنا نبلش نختار البروب او التطبيق بتاعها. بدايه بنكبس على زر هون البروب، هذا زر البروب، نختار بروب الكونفكس اللي هو تردده من 1 ل 5، لان عندنا بروب 2 4 قلبي، وعندنا 3 7 لينيا. ناخذ هي، في عندنا التطبيقات التاليه، في عندنا كدني، بدنا نسوي كدني، في بطن، في كونتراست، في اوبستري، في فاسكولا، هنحكي عنها بشكل كامل. هلا هاخذ الابدومين، اخترنا تطبيق البطن. هلا نحن بناخذ الصوره، بناخذ الهيم ايميل فريز، هذا زر فريز هون، بنبلش ناخذ الصوره على المريض. هلا الصوره شو فيها عيارات، فيها العيارات اللي فيكم عاير فيها، بدايه الجين هون فينا نزوده ونقصه على الصوره حسب البيان، في عنا الخيارات الثانية، في عنا هون ديبس نقلل العمق تبعه نزوده، في عنا زوم إذا بدي نزور على منطقة معينة ناخذ زوم، في عنا بان زوم ناخذ زوم نحرك التراكبول حتى ناخذ زوم هنا، ونتدوير نقرب ونبعد. نرجع نصوت كبير، أي في كلام، نصوت كبير، في غازات هون فتعطي شدو نسوي الكلية والتربية تاع الكلية، إلا ما قد نضغط دوبلا بس الأبديت يطلع معنا الشريان الكلوي بشكل واضح بدون أي عذاب. هلا في عنا إذا بدنا مجمنت نكبس هون، ناخذ المنيو تاع المجمنت إذا بدنا منيو هي.